ضربة خطأ لأولمبيك ريبكا في التنفيذ. يوسف أوغادي رجل اختصاص في تنفيذ الكرة الثابتة بنادي أولمبيك ريبكا من مسافات بعيدة، يسدد الكرة بقوة كما هي عادته. سجل أمام النادي القنيطري وأمام الفتح رباط العام الماضي، لما كان لاعبا للكوكب المراكشي يبحث عن هدف آخر من كرة ثابتة. يوسف أوغادي المدافع الأوسط لأولمبيك ريبكا يستعد لتنفيذ المخالفة، الكرة سدت بشكل ممتاز جدا. هدف أول في المباراة، هدف أول في المباراة، والهدف والحسن خميس المدافع الأوسط لرجل الارتكاز من كرة سددت بشكل ممتاز من يوسف أوغادي. كما قلت عنه رجل اختصاص في تنفيذ الكرة الثابتة، والحسن خميس كان في المتابعة ينجح في تسجيل الهدف الأول في المواجهة لأولمبيك ريبكا. هدف للصفر في الدقيقة 36 من المواجهة لأولمبيك ريبكا أمام الجيش الملكي. هنا الإعادة للكرة التي سددت بشكل ممتاز، يعني ارتطامها بالأرض خدت تأثير إيجابي، وصلت لحسن خميس بعد تدخل الحارس علي القروني اللي قام بما يجب. إبعاد ما كانش من صلاح الدين السعيدي الذي ترك لحسن خميس وحيدا لكي يصل لتحقيق الهدف الأول في المباراة لأولمبيك ريبكا. الجيش الملكي يجد نفسه مطالبا للبحث عن هدف التعادل، وأولمبيك ريبكا يطمح لمساندة لاعبي خطر الهجوم. كرة من نقطة الزاوية للفريق العسكري، كرة مرفوعة وهدف التعادل، هدف التعادل من كرة ثابتة لما قام كل من جمالية المعلم وياسين الكردي بالدورة المعودة عليهم. الجيش الملكي يصل لتحقيق هدف التعادل على بعد خمس دقائق من نهاية الجولة الأولى من المباراة. عمل كبير جدا من كرة ثابتة وفرحة كبيرة لمنافسة.